بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن درسنا هذا اليوم يتعلق بتوجيهات ووصايا للحجاج، وأول هذه الوصايا الإخلاص لله عز وجل، فإن الحج عبادة عظيمة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجهه وصواباً موافقة لشرعه. والإخلاص في العبادات كلها شرط لقبولها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك وجب على المسلم الحاج أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك جاه يحصله ولا دنيا يصيبها، وإنما باعثه الأول هو أن هذا الحج لله عز وجل، وأراد به وجه الله والدار الآخرة. ومن داخلت نيته أمر غير هذا فعمله مردود، وهو على خطر في حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذه هي الوصية الأولى، أن يكون المسلم قد قصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، فإن لم يكن قصد ذلك فحظه من عمله التعب والنصب وعمله مردود عليه. الوصية الثانية المتابعة، وهي شرط من شروط قبول العبادة، فإن الله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً صواباً موافقاً لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي باب الحج نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، أي حجوا كما حججت أنا. وهذا يؤكد على المرء المسلم الحاج أن يتعلم مناسك الحج، وأن يكون عنده إحاطة كيف يحج، وأن لا يفرق في شيء من أركان الحج، ولا في شيء من شروطه، ولا في شيء من واجباته، حتى لا يختل حجه. فإذا استوفى ذلك
وعمل بمثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أخذًا بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فقد حقق شرط المتابعة في الحج. والبعض ربما تساءل: كيف أتعلم الحج؟ وكيف أعرف أركانه وشروطه وواجباته؟ وهذا ولله الحمد متيسر، فقد يكون عن طريق المحاضرات، يكون عن طريق متابعة المحاضرات والندوات العلمية التي تتحدث عن صفة الحج وما ينبغي ويجب على المسلم أن يفعله في حجه. وثم سبيل آخر، وهو خاص بمن يجيد القراءة والكتابة والفهم، وهو أن يقرأ كتاباً ملخصاً عن الحج يبين له كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يحج هو متابعاً هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة فإنني أنصح بكتاب الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحج، واسمه التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة. وثم أمر ثالث يستفيد منه المرء في إتقان حجه، ألا وهو الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما أشكل عليه. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن خفي عليه شيء من أحكام الحج فليرجع إلى طلبة العلم وإلى العلماء ليسألهم عما خفي عليه. وأنبه بأن السؤال يجب على المرء المسلم أن يعمله قبل أن يقدم على الفعل، فإن بعضاً من الحجاج، وهذا من الأخطاء، إنما يسأل بعد أن يفرغ من العمل، وربما كان في عمله خطأ، وربما أوجب ذلك فساداً لحجه، أو أوجب عليه شيء من الجزاءات المقررة في الحج. ولذلك فإن المسلم يسأل إذا أراد أن يعمل، يسأل العلماء على نحو ما ذكرنا. ومما أوصي به الحجاج تقوى الله عز وجل، فهي خير الزاد، فهي خير زاد للمرء المسلم، وقد ذكرها الله عز وجل وختم بها بعض آيات الحج وأمر بالتقوى. والتقوى هي ملازمة طاعة الله عز وجل، أو كما قيل في تعريفها: أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. وسئل عنها بعض السلف عن التقوى فقال: كيف تسلك طريقا فيه شوك؟ قال: أتقي من الشوك أن يصيبني. فقال: فهكذا التقوى، أن تأخذ بأوامر الله وأن تتقي معصية الله أن تقع فيها بمخالفة أوامره أو بإتيان نواهيه. ولا شك أن إعمار القلب بالتقوى مما ينبغي للمسلم أن يلازمه في كل حين وفي كل آن. ومن الوصايا والتوجيهات للحجاج التوبة، والتوبة يا عباد الله هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وقد أوصى الله عز وجل بها بل أمر بها كما في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهو وصية لجميع المسلمين بأن يحافظوا على التوبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
بصدد ذلك: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كان هذا رسول الهدى يتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، وهو صلى الله عليه وسلم بمكان من الله عز وجل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأراد بذلك أن يعلم أمته بأن يلاحظ الإنسان نفسه وأن يتعاهدها بالتوبة دائماً، وهذه فرصة ومناسبة طيبة في هذا الوقت والمسلم مقبل على الحج أن يتعاهد نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأن يبادر إلى ذلك فلا يؤخرها، فإن العبد لا يدري ما يكتب له، ولا يدري إن عاش اليوم هل يعيش الأيام التالية بعده، وإن عاش هذا الشهر فلا يدري أيعيش في الأشهر التالية، وإن عاش هذه السنة فلا يدري عن عيشه في السنوات القادمة، لأن الأعمار بيد الله، وأنتم تشاهدون بأعينكم أن الموت يتخطف الناس صغارا وكبارا، بل أطفالا وشبابا يافعين ورجالا في الأربعين وغير ذلك ممن يتخطفهم الموت. فالمسلم يجب أن يكون رقيبا على نفسه، وأن يكون واعظا لها، وأن يكون حاثا دائما لنفسه على التوبة ومتعاهدا لها، فيتوب إلى الله عز وجل مما يقع فيه من الذنوب والخطايا، فإن الإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يحقق شروط التوبة، وأول هذه الشروط الإخلاص، بأن يريد بالتوبة وجه الله والدار الآخرة. قد سمعتم ما ذكرناه في الإخلاص في الحج، وينطبق ذلك على الإخلاص في التوبة، فإن الله عز وجل لا يقبل التوبة إلا إذا كانت خالصة له. وثاني هذه الشروط الإقلاع عن الذنب إقلاعا نهائيا، فلا يصح للمسلم أن يدعي التوبة وهو مقيم على المعصية، فإن فعله هنا يخالف قوله، ومن كان كذلك فعمله مردود عليه وتوبته غير مقبولة. والثالث من شروط التوبة الندم على ما فات، بأن يشعر بأنه قد أخطأ واقترف ذنبا ويحس بالحرقة على ما فعله سابقا، ويحض نفسه على التوبة وعلى الاستمرار فيها. ولذلك فإن الرابع أيضا من شروط التوبة العزم على ألا يعود، فلا يجوز للإنسان أن يتوب من ذنب وهو يعد نفسه بأن يعود إليه مستقبلا، فإن هذا عبث لا يقبل منه ولا تقبل منه التوبة إذا كان حاله وأمره كذلك. وأما الخامس من شروط التوبة فأن تكون في وقتها، ولها وقتان: وقت خاص بالشخص التائب، وهو إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا حضره الموت وبلغت الروح الحلقوم فهنا لا تقبل التوبة، مضى وقت التوبة وهو قد استقبل العمل، فاليوم هنا حساب ولا عمل، مقبل على اليوم الذي فيه حساب ولا عمل، وهو قبل ذلك في وقت المهلة وفي وقت العمل،
فعليه أن يسعى إلى العمل وأن يسعى إلى تحقيق التوبة لله عز وجل قبل فوات وقتها. وقد ذكرنا أن الإنسان لا يدري متى يموت، فلا يصح له أن يؤجل توبته من حين إلى آخر، فإن ذلك إنما هو عمل المفرطين. وأما الوقت العام الذي هو عام لكل المسلمين، وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة. وهذا كله يؤكد على المرء المسلم أن يسارع وأن يبادر إلى التوبة قبل فوات أوانها. ألا وإن من الوصايا والتوجيهات للحجاج أن ينتقي لحجه النفقة الطيبة الحلال من ماله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر ذلك: إن الرجل إذا ركب دابته حاجا وقال لبيك اللهم لبيك وكانت نفقته من الحلال، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، نفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وإذا خرج الرجل حاجا بالنفقة الخبيثة وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وهذا انتهى الحديث، وهو يؤكد على المرء المسلم بأن يختار لحجه النفقة الحلال من طيب ماله، فإن الله عز وجل كما سمعتم طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن النصائح والتوجيهات في الحج أن المسلم إذا حج فعليه أن يحرص على مرافقة الصالحين الذين يعينونه على أداء فريضته، فإن نسي ذكروه، وإن أخطأ علموه، وإن غفل وجهوه، فهو على خير منهم دائما. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يحرص المسلم على مرافقة هؤلاء الصالحين، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلم في كل حال من أحواله في الحج أو في غيره أن يحرص على مرافقة الصالح، لما في ذلك من الأثر الإيجابي عليه، وأن يحذر كل الحذر من مرافقة الأشرار الذين يصدونه عن سبيل الله ويغونه عن الحق ويلطخون سمعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، ومعنى يحذيك أيضا يعطيك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فهذا الحديث فيه التمثيل والبيان بالحظ على مصاحبة الأخيار، وبالنهي على مصاحبة الأشرار، لما في مصاحبة الأخيار من الخير الذي يعود على المرء نفسه،
وفي مصاحبة الأشرار من الشر الذي يعود على المرء نفسه. فالمسلم وهو في الحج يحرص على مصاحبة الصالحين للمصالح التي يحققها له ذلك على نحو ما ذكرنا. ومن نصائح للحجاج أن المسلم الحاج يشتغل بذكر الله عز وجل وبالدعاء وبقراءة القرآن، ويستفيد من وقته فيما ينفعه في آخرته. فهذه مواسم لا شك عظيمة، ونحن في أيام العشر والمسلم في الحج، فاجتمع له الخير من أطراف متعددة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة هذه العشر، قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحظوا أيها المسلمون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة هذه العشر وبيّن مكانتها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر، أن المراد بها عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة هي فضيلة من أولها إلى آخرها، ويسرع فيها الأعمال الصالحة. فعلى العبد المسلم الحاج أن يكون مبادرا إلى ذلك، فيغتنمها على نحو ما ذكرنا ولا يفرط فيها. فإن المحظوظ هو من سعى إلى اغتنامها وعمل الصالحات فيها، وإن المغبون كل الغبن هو من فرط فيها بخاصة. والمسلم الحاج في مناسبة عظيمة عند الله عز وجل، وهو يسعى وفي المسجد الحرام صلاة وتقربا إلى الله عز وجل، وينتقل إلى المشاعر يتنقل فيها تقربا إلى الله عز وجل، فليحرص على اغتنام هذه الأوقات الفضيلة بالطاعات مما ذكرنا. ألا وإن من النصائح التي تسدى والتوجيهات التي يوجه بها الحاج أن يوصى بالإعراض عما يضره في دينه ودنياه، فليحذر من الغيبة ومن النميمة ومن أيضاً السعي للإفساد بين الناس وغير ذلك من الأفعال المشينة. فبعد حرصه على الأعمال الطيبة على نحو ما ذكرنا، عليه أن يحرص بالابتعاد عن هذه الذنوب وغيرها من المعاصي. وقد قال الله عز وجل في بيان أهمية الجوارح وأن المسلم محاسب على ما يصدر منه عنها، قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والمسلم يحرص على ما ذكرنا من الالتزام بعدم الإضرار بنفسه، وأن يحرص على حفظ جوارحه من لسان وأذن ويد وغيرها من الجوارح. وقد قال الشاعر في حفظ اللسان: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. فالمسلم يحفظ لسانه
مما يغضب الله عز وجل ومما يجلب الضر عليه في الدنيا والآخرة. ألا وإن من النصائح للحجاج كف الأذى عن إخوانه الحجاج، فعلى المسلم أن يحرص على ألا يصدر منه أذى لإخوانه الحجاج، لأن ذلك مما نهى الله عز وجل عنه، كما قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والآية واضحة في الدلالة على أن المسلم يحرص على ألا يصيب أحدا بأذى من جهته، سواء كان ذلك في الحج أو في غيره، ولكننا نتحدث عن نصائح وتوجيهات للحجاج، فنؤكد على المسلم ألا يصدر منه أذى لإخوانه بالحجاج، كافة الأذى مما هو ممنوع شرعا أو معروف عرفا، بل يجب أن يسود بين الحجاج الوئام وأن يحققوا الأخوة بينهم، فإن الإسلام رحم يجمع بين إخوانه. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإنه إن اختلفت الأجناس أو الألسن أو الألوان فإن ذلك يجب أن يكون وسيلة للتعارف والتآلف، ولا يصح بحال أن يكون وسيلة للتناكر والتخالف، فليستحضر المسلم هذا المعنى بأن يحرص على ألا يصدر منه أذى لإخوانه المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا نهي شديد من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصدر من المسلم عداء أو أذى، فليكن المسلم وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره، مجتنبا لما نهى الله عز وجل عنه. ألا وإن من الوصايا للحجاج أيضا الرفق بالحاج، رفق المسلم بأخيه الحاج، وهذا يقتضي عدم مزاحمته، وإذا كان هناك مزاحمة فليرفق بأخيه المسلم ليعرف حق الضعيف وحق الصغير وحق المرأة وحق الشيخ الكبير، فإننا في مجتمع الإسلام مجتمع التراحم والتحاب والتواد، وواجب على المرء المسلم أن يعرف حق الكبير فيرحمه ويلطف به ويعطيه الأولوية في الطريق عند التزاحم وهكذا. ولا يجوز للمسلم بحال أن يزاحم مسلما أو يضاره في مزاحمة، بل عليهم بالتفاهم والرفق. والرفق مما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء هم رعاة الإبل الذين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شرهم الحطمة، والحطمة هو الذي يسوق الإبل بعنف فيدفعها بقوة فيقتل بعضها بعضا.
أو يؤذي بعضها بعضا بكسر أو غيره. فهذا ينطبق تماما على المسلم، إن شر المسلمين الحطمة الذي يؤذي المسلمين بدفعهم ومقاتلتهم، فعلى المسلم أن يرفق بالإخوان المسلمين، سواء كان ذلك في الطواف عند زحمة الطواف أو عند زحمة الرمي أو غير ذلك. وهناك ناس من الناس هداهم الله لا يعرفون إلا أنفسهم، تصيبهم الأنانية، فتجد إذا تحرك يدفع هذا بكتفه ويدفع الآخر بكتفه ويلكم الآخر بيده، ولا هم له إلا نفسه، وكأنه لا يوجد في هذا المطاف ولا في هذا المرمى مكان الرمي إلا هو. ولا شك أن هذا مخالف لهدي الإسلام وآدابه وتعاليمه. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يقبل الحجر الأسود في الكعبة، فقال: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. والحديث رواه الإمام أحمد. وهذه وصية ذهبية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهي وصية لنا جميعا، لا تخص عمر رضي الله عنه، وإنما هي لنا جميعا، فلا نؤذي إخواننا الحجاج في محل التضايق أو التزاحم، بل ينبغي التراحم والتفاهم بيننا على نحو ما ذكرت. ومن النصائح للحجاج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا خاص بالدعاة وبطلبة العلم ممن أتيح لهم المشاركة في هذا الحج، أو كتب الله عز وجل لهم أن يصلوا إلى مكة المكرمة وأن يحجوا وأن يلتقوا بالحجاج، فعليهم الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من دعائم الدين، وبه كانت أمة الإسلام خير أمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فنالت هذه الأمة الخيرية بهذا المبدأ العظيم وبهذا الركن العظيم، ألا وهو الدعوة، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأختم كلمتي هذه التي بعنوان توجيهات ونصائح للحجاج بأن المسلم عليه أن يستفيد من دروس الحج، سواء ما تعلق بالأخوة الإسلامية، ويتفكر ويتذكر كيف الله عز وجل جمع المسلمين من كل حدب ومن كل صوب، وجاءوا إلى بيت الله الحرام وإلى المشاعر المقدسة رغبة في أداء هذه الفريضة العظيمة، وأن الدين الذي سعوا لتحقيق ندائه وتكميله بهذا الركن هو الذي جمعهم جميعا على اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلافهم في أمور أخرى، إلا أنه وحدهم في هذا الدين، فيجب أن يعرفوا حقه، وأن هذا الدين هو عصبة اجتماع المسلمين من عرب ومن عجم، وأي دعوة
تنأى بالمسلمين عن الاجتماع على هدي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة مرفوضة مردودة على صاحبها، لأن الله عز وجل نادانا فقال: إنما المؤمنون إخوة، فنحقق هذه الأخوة الأخوة بيننا جميعا. فإذا المسلمين في تناصحهم كالمرايا المتقابلة تنعكس صور بعضها في بعض، وإذا هم في تآلفهم وتعاونهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وإذا هم في تراحمهم وشعورهم وإحساسهم بمآلاتهم، ويعرف أن الضر الذي يصيب بعضهم إنما هو ضر لجميعهم، إذا هم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين التعاون والتحاب والتراحم والتناصح، وبذلك يسعدوا في دينهم ودنياهم ويستعيدوا أمجادهم المسلوبة. فقد كان المسلمون هم إذا تحرك منهم قائد حرك الدنيا كلها. وقد كان هارون الرشيد يقول مخاطبا لسحابة مرت عليه: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. وقد كانت الحضارة لأمة الإسلام ما ذلك إلا لتمسكها بهدي كتاب الله عز وجل، فرزقها الله عز وجل التمكين على الناس كلهم بل على الدنيا كلها، لأن قائد الإسلام وخليفة المسلمين إذا تكلم بكلمة نفذت على المسلمين بل وتنفذ على غيرهم. وكانت الحضارة للمسلمين، وكان الأجانب يحرصون على تعلم اللغة العربية لمكانة الأمة المسلمة. وإنما هنا أذكركم ببعض أمجادكم حتى تعرفوا للأخوة حقها، وللتآلف والتعارف والتحاب والتواد وترك الانقسام وترك التصنيف ما له من أهمية عظيمة في نهضة الأمة إذا عادت إلى دينها وأخذت بأسباب وأخذت بالأسباب المادية للتقدم الحضاري. والله عز وجل يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والتعبير بالقوة نكرة، يعم القوة أيا كانت، أولها قوة الدين، ثم قوة العلم في كافة جوانبه ومن ذلك التقانة والصناعة، كما كانت الأمة في سالف عهدها، وليس ذلك على الله بعزيز. كما أن المسلمين يجب أن يتذكروا باجتماعهم في مواقف وفي مشاعر مكة المكرمة وبالأخص في عرفات، كيف أن الله عز وجل يجمع الخلائق يوم القيامة في يوم الحشر ويجتمعون عنده للجزاء والحساب. فليتذكر المسلم وليستفد من هذا الدرس لإيقاظ قلبه وإصلاح عمله وسلوكه، فإن المؤمن كيس فطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم نصائحي بأن المسلم بعد فراغه من الحج لا يعني استغناءه عن العمل الصالح، كما لا يعني أنه أدى الحج فينكس عن أعماله الصالحة وعن توبته الصادقة وعن تقواه التي التزم بها واستفاد بها من الحج، بل يكون ذلك باعثا له للاستمرار على ذلك. ونصحي ودعوتي من يعرف إلى ذلك
ليصف له هذه المشاهد وما استفاده من هذه المشاعر، ويحث جميع أخوانه على التقوى وملازمة أوامر الله عز وجل، فإن العمل الصالح ليس له مدى ينتهي إليه إلا بالموت. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وهذا فيه دلالة على أن المرء المسلم يستمر على العبادة حتى يتوفاه الله عز وجل، ويؤكد ذلك ويبينه ويشرحه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فليس للمسلم حد لانقطاع العمل إلا بالموت. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تجري له بعد وفاته بفعل الآخرين أو بسبب فعل فعله في حياته، فهو يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه أسباب للأجر يستفيد منها المسلم بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، إذا كان هناك عنده وقف على وجوه البر والإحسان، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو كان عالماً أو داعياً إلى الخير وبث دعوة الخير، أو كان له علم مستمر يجري من تلاميذ أو من كتب ألفها أو من أشرطة نشرها مما يسير في اتجاه الخير والسداد على هدي كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو ولد الثالث: أو ولد صالح يدعو له. وهذا إشارة إلى أن العبد المسلم يحرص على تربية أولاده على جادة الحق والهدى والصواب، وإذا كان هو يريدهم أن ينجحوا في حياتهم فيصاحب ذلك، بل قبل أن ينجحوا في أخراهم، بأن يعيشوا ملتزمين بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأول المستفيدين من هذه التربية الصالحة هذا المربي من أب وأم، أو ولد صالح يدعو له. وهذا ما هذه النصيحة الأخيرة ما أختم به هذا الدرس، وقد ذكرت فيه جملة من النصائح والتوجيهات التي تتعلق بالحجاج. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.